شو بدك شو؟ يا الله والله اختي الخرسة هذه كل يوم بدها طلبات مني. لا لا ما تمزحش، انت بنت خرسة ما تمزحش يا ماما. عيون حلو حلو شكلك حلو. يا الله ليش بنت بنت خرسة؟ الحمد لله رزق ربنا كتير الحمد لله. حلوة شايفة تنساها حلوة. خذي خايفة منها شكلها عشان فيها أسنان. بدي أروح أوديها. يا والله والله نفسي أتكلم مع بنتي وتصير تتكلم معي. خذي لا لا ما تلبسيش هاي البسها هاي خلاص. شطورة. خلاص خلاص يا ماما بدي أروح أحكي لبنتي الكبيرة عشان بدي أطلع بدي أحكي لها الدربالة عليها لأن أنا زهقت كثير. ماما شو يا ماما وين رايح؟ صباح الخير. صباح النور. لو صحيت ولا قبل شوية؟ قبل شوية. بدي أروح أطلع أشتري أغراض من الماركت وأدير الدربالك لأخت أختك الخرسة ماشي؟ أنتي تاخذيها معك؟ لا لا بديش أخذها خليها هيك بتلعب ساك. ماشي. بس اصحى تطلع هون ولا هون ولا تروح إذا بدها تروح على الحمام بتروح توديها ماشي؟ حاضر. ودير بالك عليها لانه هاي خرسه مش تضلك تنمر عليها وتضحك عليها. ماشي. بتضلها اختك ماشي؟ ماشي. ايش اشتري لك معايا من الماركت؟ اشتري اللي بدك اياه. لا شو اشتري لك؟ شو حابه اشتري لك؟ ولا شيء. لا مش بشتري لك حاجات انت واختك وعشان تاكلوهم ماشي؟ ماشي. يلا هيني رايح. دير بالك على اختك اذا بدها تروح على الحمام بتروح معاها ماشي؟ سلام سلام. شو بدك يا حبيبتي؟ بدك تاكلي؟ هاي ماما راحت على الماركت عشان تشتري لنا اكلات وكل شيء عشان ناكل مع بعض حبيبتي. يا الله خليني اروح اقعد على الجوال زهقتني اختي الخرسه والله زهقانه كثير. والله هاي جبر تحت عليها صورة محلاها. الباك فرتو أمبي سورة ميكي كون بيحورة. شو بدك يا الله يا الله والله أختي الخرسة هذه كل يوم بدها طلبات من تلعب في الشارع. طب يلا امشي. يلا 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 بدي أشرب مية ماشي؟ يلا ما بالدراع على اخت عين خش كويس ان خلصت الميه الحين شكله بنات يجوا يضربونا بالدراع عليه. اختي وين اختي؟ والله ما هي متباينه في الشارع بالمره. والله شكله راحت هنا وهنا حاسين البنات الحين هيضربونا. راح افتش عليها. فتشت عليها كل الدنيا ومش لاقياها. والله شكله الحين تايه والبنات الحين شكله بيضربون فيها دراعها كده ماما عشان تفتش معايا. حاجات كتير لبنات عشان ياكلوا ويتبسطوا. بس وين البنات؟ يمكن رايحات يلعبوا او حاجة. بدي استناهم عبال ما يجوا. ليكي السلام. ما شفتي شو اشتريت لي؟ شو يا ماما اشتريتي؟ شايفة؟ اشتريت لك انت واختك هذا الشيبسي. شيبسي؟ شيبسي ليون وشيبسي عموش. وهذا العصير. واو عصير. حلو؟ كيف تشرب لكم كمان هذول اللي بتحبوهم. هاي هذا بطعم الجوافه وهذا بطعم ايش؟ شفتك شاطره الجوافه ممتازه. وهذا كمان بطعم الجوافه. انتوا بتحبوا كثير الجوافه صح؟ صح. تحبوا الجوافه تكون فواكه ولا تكون عصير؟
عصير عصير. هاي شربت لكم أربعة عشان ناكلهم مع بعض. ماشي ماشي ماما. بس وين أختك؟ هاي ماما جاية. طيب وين أختك يا ماما؟ إلنا تلت ساعة مشان تاكلوا مع بعض وتشربوا وتهدروا على التلفزيون. وين ماما؟ بدي أحكي لك الصراحة بس ما تضربنيش. أكيد أنت هتضربني. لا لا أنا بضربكيش يا ماما. عمري ضربتك أنا؟ لا. طب ما احكي لك يا ماما. شوف قلت لاختي الخالصه بدي اروح اشرب ميه، قالت لي ماشي. رحت اشرب ميه، بعدين يا ماما رجعت لها ما لقيتهاش. يا ماما في الشارع كله فتشت عليها. طب هي حكت لك وين بدها تروح؟ ما قالت لي. شكله يا ماما والله تاهت. والله اختي الخالصه حكت لك، حكت لك خليها معك وين ما تروح. ان شاء الله تروح على وين ما اي مكان تروح. قلت لها خلاص ضلك. قلت لها هي صغيره كيف مش يا ماما، هي صغيره كيف بتسيبيها لحالها؟ ضلك مسكتيها حكيت لك هلا وين نلاقي اختك الخالصه. يلا يا ماما نفتش عليها. ماما انا بناكل يا ماما. يا ماما والله بطل النبس على ولا شيء روح دور عليها. يا ماما حس حد يا اخي. بنتي يا بنتي والله هذه مش وفيها زيتون يعني فيها بكون حراميين. راح تشوف هذا وهذا.